الكون العظيم يبارككم طلاب الضوء. طبعا اليوم هذه المحاضرة الأولى من مدخل إلى تصاميم الـ 3D من المنهاج الثالث في علوم السفر الكوني والكائنات الكونية. راح نتعرف في هذه المحاضرة الأولى على أهم المصطلحات والتعاريف المهمة في أساسيات التصميم في عالم التصميم ككل، وليس فقط في برنامج الفريكاد. من هذه التعاريف الأساسية والرئيسية راح نفتح مدخل إلى البرنامج، إلى السوفت وير. الآن طبعا راح نتعرف على ثلاثة أشياء مهمة في عالم التصميم تسمى المحاور والمساقط والأبعاد. راح أبدأ في تعريف المحاور. لدينا هنا مجسم أو شكل أو أوبجكت أو أي جسم مادي موجود في الواقع الفيزيائي في البعد الثالث هنا في الأرض. نعرفه، كيف نعرفه، كيف نراه؟ نراه من خلال الأبعاد أو المحاور. فما هي المحاور؟ هناك محاور تمثل العرض، ومحور يمثل الارتفاع، ومحور يمثل العمق أو الكثافة للشيء. لذلك عندما نطلق على جسم إنه ثلاثي الأبعاد فهو يمتلك هذه الثلاثة عناصر: محور الإكس يمثل العرض، ومحور الواي يمثل الارتفاع، ومحور الزد يمثل العمق أو الكثافة أو السمك كما نرى في صورة هذا الهاتف. وطبعاً الهدف من هذه الثلاثة أبعاد هي الوصول إلى محاكاة واقعية قدر الإمكان. نكتب هنا قدر الإمكان، فهي ما تعطينا كل الحقيقة، ما تعكس النبذجة ثلاثية الأبعاد كل حيثيات الجسم، سوى خصائصه الداخلية أو خصائصه الخارجية من بيئة محيطة وترددات وعامل الوقت والانتقال. طبعاً فهي محدودة. الآن راح ننتقل إلى تعريف المحاور بشكل أوسع بعمل مقارنة بين الصور ثنائية الأبعاد والصور ثلاثية الأبعاد. في الرسومات ثنائية الأبعاد راح نستخدم محورين فقط، أي المحور الأفقي والعمودي، يمثلون الإكس والواي، أي الطول والعرض فقط كما نرى في الصورة على يسار الشاشة. واضح؟ أعتقد واضحة. فنرى هناك اختلافات بين الصورة 2D والصورة 3D، وهو لنفس الكوب، لنفس الشكل تماما، ولكن في 2D نرى أن العمق خالية مثلا من العمق، يوجد بها ارتفاع، معالم بسيطة كلون، لكن هناك محدودية ما تعطينا واقعية كثافة أو واقعية. مقارنة بال 3D، الـ 3D أيضا في محدودية لكن يعطينا خصائص أعمق أكثر، مثلا قاعد يعطينا العمق، يعطينا الضوء والظل، يعطينا الانعكاس، يعطينا نقل شيء مقارب من اللي نشوفه في الواقع، عمل مقاربة نوعا ما، ولا سيما في المحور الكثافة أي العمق والغزارة. فنرى داخل الكوب هناك انعكاس للضوء يعطينا إحساس، ينقل لنا الإحساس. فإحنا لما نقوم بنمذجة شيء ثلاثي الأبعاد نحاول ننقل فيه الإحساس عشان يقربنا إلى المحاكاة الواقعية في أقرب صورة لها. الآن راح نوضح أكثر الأبعاد، فالأبعاد مرتبطة بالمحاور اللي شرحناها سابقاً. الآن سننتقل إلى الأبعاد وراح نعرف الطالب شلون يعني، شنو يعني المحاور وشنو يعني الأبعاد، وكيف نفرق بين المحاور والأبعاد، شنو الاختلافات. طبعاً هناك، طبعاً إحنا في علومنا الأرضية، الفيزياء الأرضية والموجود في عالم التصميم اللي وصلوا له، أن هناك تصاميم ثنائية الأبعاد 2D تتكون من بعدين. وطبعاً الرسومات ثنائية الأبعاد نستخدم فيها الطول والعرض كما أوضحنا في السابق، ونراها بشكل مسطح، ترسم بشكل فلات مسطح، ما نحتاج فيها عمق، وعادة تكون بدون كثافة. أما الرسومات ثلاثية الأبعاد أو الأشكال ثلاثية الأبعاد يتوفر فيها الطول والعرض والعمق، لذلك نطلق عليها 3D أو 3 Dimensional. أيضا لدينا الكثافة الرابعة أو 4 Dimensional. 4 Dimensional طبعا داخل بقوة الآن،
في عالم التصميم، قاعدين مصممين يتكلمون فيه، قاعدين يضيفونه، قاعدين يتوسعون، لأن الأرض مقبلة على التوسع في هذه في هذه الأمور في عالم التصميم والنماذج. بالفوردي هناك بالإضافة إلى الطول والعرض والعمق يضاف عامل الوقت والحركة متعددة الأشكال. فنرى في الجسم الفور دايمنشل بالإضافة إلى الثلاثة محاور أضافوا الوقت، الأنيميشن، الحركة، تعدد الأشكال في الحركة، أضافوا environment، بيئة محيطة تمثل الواقع، ليس فقط شكل، بل يجعلون حوالين الشكل بيئة، مثلا سكاي، صورة سماء، صورة أرض، طاولة، عمق، ألوان، ماتيريال، إضاءات، كلها لزيادة الواقعية، بس ما زالت هي محدودة. في الإضافة هناك البعد الخامس، الفايف دايمنشنز، له الأشكال خماسية الأبعاد. ما هي الأشكال خماسية الأبعاد؟ طبعا هي ما زالت محدودة مقارنة بالأبعاد اللي أعلى منها، ولكنها أفضل محاكاة للواقع من الأبعاد الأدنى اللي هي الرابع والثالث والثاني. طبعا في الفايف دايمنشنز احنا مو فقط نضيف الطول والعرض والعمق وعامل الوقت والحركة وتعدد الأشكال، ممكن راح تنضاف الترددات، راح ينضاف الفكرة، راح تنضاف الوعي، قد يكون للماتيريال عدة أوجه أو عدة أشكال وأبعاد. البعد الفيزيائي المادي لا يستطيع ترجمتها أو قراءتها، وأعتقد أن نحن مقبلين في هذا العالم التصميم على هذه الأبعاد، توسع في الأبعاد، توسع في المحاكاة، توسع في التصميم والخلق. الآن لدينا هذه التوضيحات للرسومات أو أشكال هندسية مبسطة جدا، أشكال هندسية معروفة واضحة للجميع في 2D مثل الدائرة، المربع، المستطيل. لما الشكل الهندسي المبسط كشكل الدائرة نحاول نعطيه عمق وكثافة، راح يتحول في 3D إلى سلندر شيب. هو تماما هو الدائرة، هو كشكل مبسط هو الدائرة، ولكن لما عطينا بعد أو كثافة أو طول تحول إلى 3D، نموذج ثلاثي الأبعاد. كذلك المربع أصبح شكل مكعب متوازي الأضلاع. لدينا الشكل المستطيل أصبح شكل شبه مكعب، يسمونه الشبه مكعب، كل ضلعين متقابلين متساويين. أعتقد واضح، واضح طلاب معي، مفهوم؟ تمام. الآن راح ننتقل إلى المساقط أو الفيوز، راح نكتب المصطلح. طبعا هناك يعني في الترجمة ممكن نلاقي يكتبون projection، بس هاي مو صحيح. التعريف الأفضل في عالم التصاميم والهندسة للمساقط هي الفيوز، المساقط الرؤية للأجسام الهندسية. الآن نوضح هذه الصورة أكثر، فيها توضيح أكبر حق تعريف المساقط. ما هي المساقط؟ إحنا لما يكون عندنا شكل ثلاثي الأبعاد objects، نحتاج ناخذ رسومات حق الشكل، سواء من بعده الثلاثي أم الرأسي والجانبي والأمامي والخلفي بهذه الطريقة. مثلا لدينا في الأعلى السهم اللي في الأعلى نازل يمثل الشكل، المسقط الرأسي يسمى التوب فيو، المسقط الرأسي يسمى التوب فيو، أي المنظور من الأعلى للشكل الهندسي للشكل الثلاثي الأبعاد. على اليمين لدينا المسقط الجانبي الأيمن، المسقط الجانبي الأيمن، ويمثل الرايت فيو. الجهة اليسار لدينا المسقط الجانبي الأيسر. من اليمين لدينا المسقط الأمامي. من الخلف لدينا الباك فيو، المسقط الخلفي. ولدينا أيضا من الأسفل المسقط السفلي، أي يسمى البوتوم فيو. واضح؟
أدنى عدة مساقط للشكل الأوبجكت الشكل الثلاثي الأبعاد لأي جسم، وطبعا المساقط التي نراها ثنائية الأبعاد هي المساقط ثنائية الأبعاد للأشكال ثلاثية الأبعاد. مفهوم؟ راح أعيد. هي المساقط عبارة عن الأشكال ثنائية الأبعاد للشكل ثلاثي الأبعاد. أيضاً هناك مساقط تسمى الآيسومتريك. الآيسومتريك هو منظور. الآيسومتريك عبارة عن مناظير، منظور رؤية. لما نقول مناظير يعني منظور من النظر، نظر بالعين البشرية المادية فقط. فالعين البشرية أحياناً ترى الأجسام من منظورين، من نقطتين، وأحياناً نراه من ثلاث نقاط. هذه العين الفيزيائية اللي ترى من خلال البرنامج أو من خلال الواقع، نراه بمحدودية طبعاً الأرضية، نحن نتكلم بالمحدودية الأرضية. الأيزومتريك راح يعطيني منظور ثلاثي الأبعاد للجسم ثلاثي الأبعاد، لكن على شكل 2D، يعني خطوط عامة layout للشكل ثلاثي الأبعاد، ولكن هذا المنظور راح يكون ذو مساقط متوازية يعني متناظر. بالنسبة إلى الأورثوغرافيك هو المناظير ثنائية الأبعاد للأجسام ثلاثية الأبعاد كما أوضحنا. راح نكتب هنا المناظير ثنائية الأبعاد للأشكال ثلاثية الأبعاد. نكتبه هنا أفضل. تمام، واضح. الآن ما هو البرسبكتيف؟ طبعا شوي يمكن محتاجين احنا نوضح الفرق بين الأورثوغرافيك وبين البرسبكتيف. البرسبكتيف هو المنظور الهندسي للأشكال ثلاثية الأبعاد، المنظور الهندسي لرؤية الأشكال ثلاثية الأبعاد. وطبعاً المنظور البرسبكتيف دائماً نستخدمه لما نحتاج نشوف الشكل ثلاثية الأبعاد بالصورة الحقيقية في البرنامج، لأنه المنظور المعتمد للرسومات ثلاثية، للنماذج ثلاثية الأبعاد. بينما الأورثوغرافيك نستخدمه حق المساقط ثنائية الأبعاد، رؤيتها بشكل 2D layout. وهذا الايزومتريك راح نستخدمه للمناظير ايضا ثنائية الابعاد. وطبعا هذا الشرح قاعد يصير نظري نوعا ما. لما ننتقل لداخل السوفتوير ونتعمق في البرنامج ونبدأ نطبق هذه الأشياء، نستخدم هذه التولز وهذه المفاهيم، راح تتوضح الفروقات بين الأورثوغرافيك والبرسبكتيف والآيسومتريك وبقية المساقط، سواء المسقط الرأسي والجانبي والأمامي والخلفي. هل واضح؟ هل أعيد أم واضح؟ أو هناك سؤال؟ أخرى الفروقات بين الثلاثة. محتاج الأيزومتريك والبرسبكتيف والأورثوغرافيك، صح؟ تمام. أوكي. الأيزومتريك المساقط ثنائية الأبعاد للجسم ثلاثي الأبعاد، هم كلهم نفس المفهوم، مسقط ثنائي الأبعاد للأجسام ثلاثية الأبعاد. لكن في حالة الأيزومتريك الشكل يتم layout، يعني كأنه يبدو كأنه 2D.
ما يعطيك شكل 3D مع أنه مرسوم من ثلاثة محاور. الرسم يكون من ثلاثة محاور، لكن زاوية الرؤية تكون من نقطة واحدة فقط. هو الايزومتريك، المساقة ثنائية الأبعاد للأجسام ثلاثية الأبعاد. الشكل يتم إخراجه كأنه 3D وهو مرسوم من ثلاثة محاور، لكن زاوية الرؤية للعين البشرية تكون من نقطة واحدة. حلو؟ الآن ننتقل إلى الأورثوغرافيك. الأورثوغرافيك هي المساقط، أي المناظير، أو المساقط، المناظير، أو المساقط ثنائية الأبعاد للأشكال ثلاثية الأبعاد. وطبعاً النموذج على الأورثوغرافيك اللي تشوفونه، هذا الصورة اللي شرحناها منذ قليل، هذه المساقط على اليمين واليسار والأسفل والأعلى، هذه نستخدم لها الأورثوغرافيك. نفعل المسقط الأورثوغرافيك داخل البرنامج عشان نقدر نظهر التوب فيو والسايد فيو والفرونت والباك فيو. هنا نستخدم الأورثوغرافيك. والبرسبكتيف راح نستخدم هذا الأوبجكت الذي في المنتصف، الشكل ثلاثي الأبعاد، مأخوذ ومصور الآن كما ترونه من البرسبكتيف، أي منظور ثلاثي الأبعاد، منظور هندسي لرؤية الأشكال ثلاثية الأبعاد من نقطتين رؤية بالنسبة للعين البشرية المادية محدودة. الآن واضح معي؟ وضحت الصورة الفروقات بينهم؟ تمام واضح. احنا نريد نضيف ايضا، انا يعني استمع ونناقش هاي المناقشات الرائعة 2D و3D، لكن اريد ان اضيف ما يزال يا شبابنا 2D 3D ناقص جدا، لانه البعد الرابع هناك والبعد الخامس والبعد السادس يجب ان يضافوا على المعادلة بالتصاميم. هذه المعادلة ما تزال ناقصة 2D 3D. ليه؟ لأنه هناك الفايبريشن. طيب فين الفايبريشن بال3D؟ مش موجود. هناك ألوان أعلى، ال3D ما يعطي اللون المش مرئي. إحنا بهاي الدراسات نؤهل الطلاب أن يفهموا التصاميم الكونية. التصاميم الكونية ما تمشي على فقط 2D 3D. رجاء كل طالب يسمعني، انت تتعلم 2D 3D بس اعرف هناك ابعاد اخرى مش مرئية، اجهزتنا اجهزة اللابتوب والسوفتوير ما يطلعها لان مبنية على الفيزياء المادية، اقصد اللي هي 2D 3D. المركبات الكونية يا شباب، التكنولوجيا الكونية ما عندهم 2D 3D فقط، عندهم اعلى الـ4D والـ5D. اكرر، ما هو عندهم الفايبريشن موجود بالسوفتوير، الفايبريشن يعني قياس كبعد. طيب البناء الإيجابي، الفكر بالأبعاد العليا، الفكر مهم له بعد، هذا الفكر يتعامل مع الأوبجكت. فأنتم بهاي الدراسات لا تتعامل مع الأوبجكت تقول هذا أوبجكت، خطأ، تقولون هذا كائن. فالبناء الإيجابي بعد آخر. اي طبعا. فإذا الأبعاد المش مرئية ما بعد الـ3D، ألوان أكثر، هذه الصورة ما تعطيها. Vibration، هذه الصورة الـ3D ما تعطيها. بعد الفكرة، الفكرة والتأثير، ما هو أنت عندما تصعد للعوالي الكونية فكرك أنت تحرك المركبات، فهذا بعد. بعد الفكرة يسمى البناء الإيجابي، أنت تتفاعل مع الأوبجكت ككائن، فهذه تضاف. يا عزيزتي معانا؟ نعم استاذ معك. أيوة. استاذ كما اوضحت، احنا هنا بصدد ان أيوة. نعلم او نعرف الطالب معانا ان الـ3D
ناقص الموجود في الفيزياء الأرضية. آه، very good. ونحن هنا لنؤهل أي. ونرفع المعرفة والتكنولوجيا الموجودة في هذا البعد إلى حقيقتها، حقيقتها الضوئية الموجودة في الأبعاد العليا. وطبعاً في كل بعد هناك تقدم أعلى. البعد السادس متقدم أكثر من الخامس. من الخامس. يعني التصاميم بتاعتهم فعلاً أعلى جداً. وتصاميم البعد السابع أعلى. مثلاً تصاميم البعد السابع الفكر، يصممون بالفكر وآنية التصميم. فأنت كطالب يعني ديزاينر، رجاءً كل طالب يسمعني، أنت كطالب ديزاينر انتبه يا أخي ويا أختي، دائماً فكر أنه هذا مش أوبجكت، هذا كائن. ودائماً اعرف هناك أبعاد أعلى من الثريدي. أكرر، بعد الفايبريشن يعني الاهتزاز، ما هو هناك الآن في هذا الكائن هناك اهتزازات اللابتوبات بتاعتنا ما تعرضها، وهناك ألوان أعلى اللابتوبات والسوفتوير بتاعنا ها ما يعرضوا هذه الألوان الأعلى، ولو ندخل فيها أبعاد أخرى مثلا هناك كائنات أخرى نعم، وهندخل أعلى أنفاق ضوئية نعم موجودة كلها. ما هو احنا وضعنا حلقة مهمة شاهدوها كيف المركبات الكونية تسافر بين النجوم والمجرات، فهو نفس الشيء هنا أيضا. فأنت عندما تبدأ تصمم فكر أيضا كيف تضيف الفايبريشن، فكر به الآن، لاحظوا يعني عندك الآن 3D كيف تضيف الفايبريشن، مو هذا السوفتوير سوف يتطور بهالحالة عندما أنت تضيف الفايبريشن، السوفتوير يتطور أكثر عندما تضيف ألوان أعلى. هذا مش اللون الحقيقي بتاع الثريدي، هو هذا اللون الأسود، هذا فقط بالصورة، هناك ألوان أعلى اللابتوبات أكرر ما تقدر تعرضها. لماذا؟ لأن اللابتوبات مصممة من الفيزياء المادية. أنت ادرس الفيزياء الكونية، فيزياء الأبعاد الأبدية، يعني البعد الرابع، البعد الخامس، البعد السادس، البعد السابع، نعم ابدأ هكذا. أوكي، أريد أن أضيف يعني استمر هاي النقاشات. المركبات الكونية عندهم شاشات اللي هي أيضا كمبيوترات، تمام؟ يعني المركبة الكونية لو تدرسون جلسات السفر الكوني لطلاب الضوء، فهو بالمركبة الكونية عندهم شاشات يعني كمبيوترات، يعني بروسيسنج تعالج. فهذه ما تعرض 3D، تعرض 3D لا، هذه تعرض الفايبريشن. وحتى أريد أن أوضح اللابتوبات التي عندهم، خليني مشيك لابتوبات أو كمبيوترات، تعرض الماضي، الحاضر، المستقبل، أيضا بعد الروح، وهذا أيضا بعد آخر ككائن أنت تراه يعني من بعد الروح يا شبابنا. فأنت أضفتي شيء مهم، قلتي ماذا قلتي حتى فقط نضيفه لهذه المناقشة؟ عن أستاذ عندما الطالب يبدأ بتصميم أي أوبجكت يتعامل معه ككائن يحس، يعطيه إحساس وعي ويجب أن يعي ويعتقد الطالب أنه يقوم بعملية بناء وخلق، صح very good، فقط يتعامل مع جسم سوليد جامد أو صلب، خطأ أي هذا ما حيتحرك أو ما حيتعشق، نعم يعني كجسم إذا سوليد فهذا ما يفيد. فهو بالتصاميم، لأن الطلاب عندهم تصميمين تمام، بالتصميمين أنت وأنت تصمم، هذا أمر مهم، أنت تصمم أعطيه فايبريشن أعلى، ما هو هذا الكلام يغير كل شيء حقيقة. فأنت تصمم أعطيه فايبريشن يعني أبعاد أعلى، أعطيه روح، أعطيه ألوان أخرى، وأنت صمم. ونحن هكذا قادمين، يعني هي هاي الحياة الكونية، أنه حتى السوفتوير هذا كله يتغير يصبح أعلى، يعني يصبح فيه بعد الفايبريشن، بعد اللون، بعد الروح، وبعد كما أنت تفضلتي بعد الإحساسية أنه كائن هكذا، هو هذا الخلق تمام. هي أنت أضفتي أيضا قبل التسجيل شيء مهم، عندنا مناقشة قلت أنه بهاي التصاميم يعني الطلاب يصممون مركبات كونية بأشكال بحيث مش موجودة بالإنترنت، صحيح أستاذ؟ بالنسبة للطالب وهو يصمم ومن منطلق دراساتنا في العلوم الكونية والميتافيزيكس تعلمنا أن أنا كائن لا مستحيل، فأنا بإمكاني أن أبني وأخلق وأوجد، نعم
بناءات وتصاميم وخلق غير موجود في الإنترنت، مو موجود في البعد الثالث. فأنا نعم أضيف، أنا أبني، أنا very good. أخلق شيء أيه. فوق ما أعتقد أنني باستطاعتي أن أقدمه، بإمكاني أن أقدم أكثر وأكثر وأكثر وأبدع. صح، فهو الطالب هو يسمع صوتنا. انتبه أيها الطالب، أنت تدرس هذا المنهاج، اعرف أنت تستطيع أن تبدع أكثر مما أنت تعتقد بألف مرة. حقيقة أن تهتم بهذه التصاميم وتضع فيها روحك وعواطفك وأفكارك، بحيث أنت تنتج تصاميم مش موجودة بكل الإنترنت. وهو هذا المنهاج، يعني هو هذا المنهاج الأول عندكم أنتم شهر ونص، بس إحنا عندنا المناهج القادمة، أقصد عندما أيضا نرتبها، فأنت يعني حتستمر بال3D، بس هو حنضع فيه أبعاد أعلى، بعد الروح، نعم بعد الفايبريشن، فالإنتاج يكون عظيم جدا حقيقة. لكن هي فقط البداية، أكرر أنا ما بوعدكم أنه يكون عندنا يعني مناهج قادمة، بس هذا يعتمد، أريد أن أرى هاي المحطة بتاعتكم. كل واحد يسمعني، يعني هذا مو وعد أنه إحنا نكمل، بس أريد أرى أنه هاي المحطة الطلاب كيف يعني يديروها. إحنا نقول للطالب أعرف يا أخي ويا أختي، أنت عندك ألف مرة أكثر مما أنت تعتقد، أي أنك تقدم وتبدع في المنهاج، في حياتك، في الحياة الكونية. أي نعم. سننتقل إلى شرح أعمق وأبعد في مفاهيم الأبعاد التي تشكل الكائنات والأجسام والأشياء. هنا لدينا مركبة كونية ولدينا إنسان. مما تتكون المركبة ومما يتكون الإنسان؟ ونحن أصبحنا نعرف جيدا أن الإنسان والمركبة هم مخلوقات كونية، أي يتواجدون في أبعاد منظورة وأبعاد غير منظورة. كل كائن أو موجود أو مخلوق في هذا الكون له بعد منظور وبعد غير منظور. الأبعاد المنظورة تمثل البعد المادي، اللون، الحجم، الكثافة، الوزن، كم يشكل حيز من الفضاء أو من الفراغ هذا الجسم المادي. أيضا هنالك الأبعاد الغير منظورة، أي البعد الروحي والحسي والطاقي والفلسفي، لأننا نتفق أن كل الأشياء والمخلوقات لديها وعي وفلسفة. الآن سنتعمق أكثر في مفاهيم هذه الأبعاد طبيعتها. أولاً، على الطالب فهم المركبة الكونية، تصميمها، أبعادها، خواصها، يقوم بتحليلها، تحليل شكلها، ألوانها، يبسط الأشكال الهندسية، لأنها بالتأكيد تتكون من عدة أجسام وأشكال وعناصر متداخلة. سنبدأ الآن بشرح ما هي الأبعاد التي تتكون منها المركبات الكونية. هنالك البعد الروحي، المركبات تتكون من بعد روحي، أي يسمى أيضا البعد الكوني أو الضوئي أو بعد العقل الإلهي. أيضا هنالك البعد الحسي، يعني يشكل الجسم أو المادة، وهذا الجسم والمادة له وعي وإحساس يتفاعل معك وأنت تتفاعل معه. بالإضافة إلى البعد اللوني، تتكون المركبة الكونية من ألوان ومواد منظورة ومواد غير منظورة، مرئية وغير مرئية، ذات طبيعة ضوئية. أيضا هنالك لدينا البعد الطاقي، أي الاهتزازات الطاقية، الفايبريشن. كل بعد له لون وطاقة وتموجات طاقية. وأيضا مهم على الطالب أن يعرف أن كل الأشياء في حقيقتها لها بعد طاقة اهتزازي. كل الأشياء المنظورة والغير منظورة، سواء كانت إنسان، نبات، جماد، بيت، سيارة. وهو من الخطأ أن نطلق على البيت أو السيارة أنها جمادات، بل هي كائنات لها وعي وإحساس وتتفاعل معنا. في المركبة الكونية، كيف يتم تصنيع المركبة الكونية؟ المركبات الكونية تختلف عن تصنيع مركبة
في فيزياء الأرض المادية المحدودة. على سبيل المثال، لو لدينا مركبة في البعد الفيزيائي الأرضي، هذه المركبة تحتاج إلى مواد ذات كثافة أو صلابة عالية، تحتاج هيكلية، تحتاج ظروف محددة ليتم تصنيعها وتستطيع على الطيران والتحليق. أيضا في المركبات الكونية يتم ربط أجزاء وعناصر المركبة. كيف يتم ربط أجزاء وعناصر المركبة الكونية؟ في المركبات الأرضية في البعد الفيزيائي الأرضي يتم وصل أو جمع أو ربط جميع العناصر عن طريق المفاصل، مفاصل مادية ولها أشكال فيزيائية في البعد الأرضي المادي المحدود. بينما هذه المركبة الكونية كيف يتم ربط العناصر، الأشكال الهندسية، عناصرها، أجزائها، كيف تتم عملية ربط الأجزاء في المركبة؟ بكل تأكيد لا يستخدمون الأشكال الفيزيائية المادية المحدودة، بل يتم ربطها عن طريق الضوء. هي تتحرك عن طريق الضوء ويتم تصنيعها بتكنولوجيا ضوئية جدا عالية ومتقدمة، ويتم تكبيرها وتصغيرها وتحريكها وتغيير اتجاهها وشكل حركتها، إظهارها وإخفاها. وقد يكون للمركبة جانب أيضا منظور وغير منظور، وقد تظهر وتخفي نفسها أيضا بنفس التكنولوجيا والتقنيات الضوئية المتقدمة الموجودة في الأبعاد الخاصة في المركبة. قد تكون هذه المركبة من البعد الخامس أو السادس، وفي بعض الأبعاد المتقدمة جدا جدا قد لا يحتاجون لاستخدام المركبة للانتقال أو أداء بعض المهمات أو الأدوار الكونية. هنا للتوضيح أكثر عن طبيعة المركبات أو طبيعة العناصر أو الأجسام التي سنخلقها أو نقوم بتصميمها وتركيبها وبنائها، أهم العناصر والخصائص للتعديل والتحكم في أي شكل قمنا بتصميمه وبنائه. لدينا شيء يسمى الأوجه، أوجه الشكل كما نرى في الصورة، واضح؟ لدينا هذا الشكل المكعب له أوجه. لدينا هنا أيضا الشكل الأسطواني، هذا السهم الأحمر يشير إلى أوجه الشكل. أوجه الشكل تسمى الفيسز. لدينا أيضا ما يسمى بالنقاط أو الزوايا، الفيرتكس أو البونت الموجودة على زوايا الأشكال الهندسية. لو كانت لدينا مركبة كونية، كيف سيتم ربط جميع الأجزاء وهذه الزوايا؟ هل بنفس الطريقة الموجودة في البعد الأرضي المادي المحدود في البعد الثالث؟ أم راح يستخدمون تقنيات ضوئية في ربط عناصر وأجزاء الأشكال؟ ونحن في عملية ربط العناصر نعطي خاصية تسمى الاتحاد. لما نربط عناصر هذا يشكل لاين لوحده، وهذا يشكل لاين لوحده، خط لوحده، خطوط منفصلة. لكن عندما نقوم بتجميعها وربط العناصر مع بعضها البعض تولد لنا شكل، تولد تخلق شكل جديد آخر. بالإضافة إن لدينا شيء يسمى الإيدز، حواف أو أضلاع الشكل كما نرى هنا. حواف أو أضلاع الشكل بهذه الطريقة. أيضا في الشكل الأسطواني لدينا حواف بشكل دائري منحني في الأعلى وفي الأسفل. طبعا هالثلاثة عناصر، الأوجه، الحواف والنقاط، هي الأدوات التي تسمح لنا بالتحكم وصياغة وتحوير الشكل. مثلا الآن لدينا الشكل المكعب، بإمكاننا تحويل وتحوير هذا الشكل المكعب إلى مركبة، إلى طائرة، إلى بيت، إلى سيارة، أي شيء ممكن أن نعيد تحويره وبنائه.
وإعادة هيكلته باستخدام الثلاثة عناصر، وطبعاً هذه العناصر الموجودة المحدودة الموجودة في البعد الفيزيائي الأرضي، ولكن نحن في هذا المنهاج نتوسع، نفتح آفاق توسعية أكثر للتحكم في أي شكل، في أي شكل وخلق أي شكل، خصوصاً خلق المركبات الفضائية وتصميمها. كما أوضحنا إن للمركبة أبعاد، بعد روحي وحسي ولوني وطاقي، وفي قوة الفكر والضوء تحرك هذه المركبات وتربط المركبات في بعضها البعض، رائع. وأيضا تكبير وتصغير المركبة وتحريكها، هاي كلها تقنيات، وتقنيات أعلى من مستوى المنظور ثلاثي الأبعاد الموجود في الفيزياء الأرضية. لذلك نحن في العلوم الكونية، لذلك نحن من خلال هذه العلوم الكونية ومن خلال المنهاج راح نتعلم أكثر ونوسع آفاق معرفتنا أكثر في عملية الخلق والبناء. سنوسع أكثر عملية الخلق والبناء إلى هذه المركبات الكونية. ونطلب منكم أيها الطلاب أن تذهبوا وتصوروا مركبات عوائلكم الكونية، لنقول بتصويرها وتحليلها وفحص طبيعتها وطريقة تكوينها وتشكيلها، وأيضا نبارك مركبات عوائلنا الكونية وظهوراتهم المباركة.